السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ هانيين، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رجعنا لكم بواحد فلوق اخر. صراحه والله الا توحشنا الفلوقات، توحشنا الخرجات، ولكن الله غالب. كي دايرين بعدا؟ هانيين، وكنرحبوا بالناس الجداد اللي دخلوا عندنا القناه، مرحبا، والناس اللي كتبعنا، شكرا لاي واحد. دابا جيناكم بواحد البلوكه هنايا مدينه طنجه، بعد بلاصه اخرى مع عمري بلوكيت فيها. المهم خليكم معنا تشوفوا الاجواء كي دايره هنايا. العظيم الى توحشنا البلوكه في الخرجات، في الصباح نصبحو ناعسين. ايوا ما نوضو ديريكت للخدمه. ايوا ما عندك داير. المهم هذا اللي عطى الله. المهم هنا كانو حديقة كبيرة هنايا، حديقة ندخلو ليلة ونشاركو معاكم شي شوية الأجواء. الريح صراحة كاين ريح بزاف، والله العظيم نشارك معاكم بزاف بلايص لي جيت منهم، ولكن الريح بزاف مع كاين الكاليتوس. المهم ما علينا، دابا أرانا نقربو شوية لهنايا. هنا خوتي دخلنا الحديقة هنايا، زوينة الصراحة، فيها مدينة الألعاب هاهي ديال الدراري صغار. الناس كيجيبو ولادهم لهنايا. شوف الأجواء هنا كي دايرة، مخيرة الصراحة. وغي سمحوا لي كاين الريح، ربما الفلوق يجي شي شوية يعني يجي فضروري غيجي فيها شوية ديال التشارج. المهم بغيت نفدلت الفرصة عليا، قلت راه توحشت والله إلا توحشت الفلوقات، ولكن الوقت أخوتي ما كتسمعش والله العظيم. لا أجواء هنايا، نقول لكم شي دورة فيها هنايا، اللي بغى يجي لهنايا مرحبا به، اللي بغى يجي يزور هاد البلاصة ولا اللي قريب ولا المهم باغي يجي طنجة يجي يتمتع مع راسو هنايا. والله شوف كما كتشوفوا الناس، المساحة خضراء وعلى البحر. زيدكم هاد الطريقة هادي كتخرج للبحر، البحر بعيد واحد 300 متر ولا 400 متر من هنايا. هادي الخارجة هادي تخرج للشارع، كتقطع الشارع انت في البحر. هاد هنايا البحر ديال الغندوري، راه معروف هنا في طنجة الغندوري. هاد المساحة خضراء هنايا وهاد الشريدة والله العظيم. الى صراحة قلت نشارك معكم شي شويه، وشكرا للناس اللي كتبعنا، وشكرا للناس اللي كتكمل الفيديو حتى الاخر. خليو لنا شي تعاليق زيونه واللايك. اللايك اخوتي ما نساوش ديك اللايك، كتفرج عمل ديك اللايك، حفزونا شي شويه باش الفيديوهات يطلعوا لنا شويه في المحرك البحث. عرفتي لا شجرة تبارك الله قداشني هنايا، شوف تبارك الله عندها سنين هنايا. صراحة هاد المدينة قادر ترتاح بزاف. يا خوتي الناس كطالع مطالعة، واللي عنده شي حفاضة كيجي لهنا. صراحة طلبة وهادي هي البلاصة ديالو، يلاه الحفاضة هاديك. الأجواء هنايا الناس صبحوا هنا على الصباح، والله إلا على الصباح جو على النبوري عادي. أما من ناحيتنا لافا خوتي بلا ما نهضر لكم، راه كتشوفوا بعينكم صراحة الناس. الناس هذا ما الله يعطيهم الصحة وصافي، حق الله العظيم. يعني مساكن يعني ديما مكرفصين مع الناس، وكاين شي ناس والله يهديهم. أما من ناحية النظافة والله العظيم إلا الأجواء ولا واعرة بالله، الكا غير تمصيو شي مليوح ديال المسكة ما تلقاش. صراحة أش نقول لكم، هاد الجردة زعما راها واعرة.
عند نهار الحاد جاو الناس بزاف كيجيب الناس لهنا. ايوا اخوتي بغيت نشارك معكم هذا الفلوق واش كما قلت لكم واش اللي بغى يجي لهنايا ويعرف بلايص هنايا وقريبه من واحد الناحيه قريبه للبحر باش تاع اللي بغي بنادم يمشي للبحر ولا شي حاجه قريب. راني نصور لكم معاهم من زاويه اخرى الناس اللي كتعمل الرياضه مرحبا بكم. الناس ديال الرياضه هنايا عملوه لما يتسمى كاين تلعب الرياضه هنا هاد العواد هاد المسائل ديال الشيء ديال لونطريمان. صراحه خاصني ندير لونطريمان دابا هنايا كنا محتاجين لهاد والله العظيم صراحة شفت ديك النهار قلت غنجي لهنا. هذا الشيء اللي في الارض ماشي زليج هذا الشيء رطب والله الا رطب هذا بونج كان حسب لي في اللولي زليج ولكن هذا الشيء رطب وخا طاح هنايا وخا طاح ما الدنيا عانية والله شوف والله الا هادشي هنا واعر بالله دراري صافي هادي اللونطريمة ديال الناس كبار هنايا وهاديك راه فينا كاين وحدة هنايا كتبان ليا نقرب لكم شوية هاهي هنايا هادي هي ديال الدراري الصغار المهم ساعة نمشيو لها تما ونشوفو هاد الجردة كبيرة بزاف هاد الحديقة راه في قداش ولا المهم تنخلي الفيديو تنساريها لكم مزيان وتشوفوها على طرف البحر وهادي خلاص حتى الخير كاين هنا هادي هي كما قلت لكم اخوتي هنا مدينة الألعاب ديال الأطفال شي ديال الأطفال عود كيماتكم ديال الرياضة كاين هنا ديال الأطفال سيدي صراحة زعما هاي لا شي غزال والله العظيم هاي لا غزال بالله قداش ولا شوف هنا خوتي الشارع هذا الكبير هذا الشارع غير كتقطعو ليهن من ليهن صافي كتقطع تمشي للبحر عوض قريب البحر هنايا الهوطيل كاين هنايا على تما غير ديال بوكو فلوس حنا غير الناس دراويش غير كنقول لكم الهوطيل وصافي عندكم تجيو ليلو هاي كنضحك مع الجميع راه كلشي ديالنا هنا يا الناس كيفراكو الطونوبيل ديالهم هذا هو الباركي زعما هاد الجردة ما خلوها ناقصة من حتى حاجة من الرياضة من الأطفال الباركي يعني مساحات
كراسة صراحة بنادم يجي يرتاح وصافي. ديما نهار الحاد و عاود كيبدل الروتين ديال الدار. دابا خرجنا للشارع كبير على ايه على ايه نقطعو هنايا نمشيو نجيو البحر شي دورة. هادي البحر احنا خوتي اجر فين كان هذه الحديقه باطي لهنايا بحاره هو اللي كان صافي. دابا صيف صياف ودخلت الشتوى صافي على البروده الريح. دابا غير الشرق كاين في طنجه والبروده تبارك الله. البحر خالي دابا. دابا خرجت لهنا في الحراره عرفتي ولا الدنيا عامره بلان. البحر خوتي البحر رائع كان الريح كاين بزاف. البحر هايج دابا على البحر هايج. سمعوا والو اخوتي دابا المهم شاركت معكم خوتي. وصلنا معكم لاخر الفيديو. المهم دابا غنودعكم انتم عارفين البحر كاين الريح بزاف. خليناكم على خير وقولوا لي الفيديو كيفاش جا في الكومونتيرات. الله يجازيكم بخير اللي وصل اللي يسمع الهضره ديالي يخلي لي في الكومونتير كيفاش جا الفلوغ. والمهم تبارك الله عليكم ونشوفكم شي فلوغ اخر ان شاء الله وفي شي بلاصه اخرى ان شاء الله النوبه اللي جايه. وحنا مستمرين ومازال جديد. بارك الله عليكم. السلام عليكم.